وعلى صعيد المحلية، تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأعمال النهائية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة بادية، أحد مشروعات الشراكة بين وزارة الإسكان وشركة بالم هيلز للتعمير بمدينة أكتوبر الجديدة. وأكد مدبولي تشجيع الدولة للمشروعات التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادا تاما لتوفير مختلف التيسيرات الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات بنظام الشراكة. حاجة زي ما بقول لحضراتكم، هي فكرة أن هذا المشروع الرائد اللي حضراتكم شايفينه هو فكر قائم على فكرة الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص، وإحنا توجهنا كدولة في هذه المرحلة تشجيع القطاع الخاص الثاني، وأنا بقولها إن هو يبقى هو اللي بياخد الدور القيادي في الاقتصاد المصري. يعني يوم الحقيقة أنتم كنتوا معانا، يعني امبارح كنا في اسكندرية وافتتحنا مشروع في مجال الصحي بيديره القطاع الخاص، النهاردة أهو في مشروع تجمع سكني وتعليمي وشبابي وترفيهي، وحنروح يمكن بعد شوية لمشروع آخر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.